مطالبين بالمساواة بين العمال في الترقيات مع منح الاعتبار لأصحاب الشهادات الجامعية والمساواة في عدد ممثلي العمال بالنقابة بعدد 7 على غرار وحدة عنابة إضافة إلى إنصاف العمال. هذا وقد طالبوا بضرورة إفادة لجنة التحقيق للوقوف على التجاوزات المطروحة حسب تصريحاتهم في ميكروفون عاصم بخاري. الشركه هو مشكل الترقيات. الترقيات فيها تمييز سون بيتي. يعني كاين في القانون واش يقول لك؟ يقول لك باك بلس 5 وان موان زي، يعني انسان يكون عنده يجيبوا لك واحد يعني يجيبوه من جهه اخرى كاع يطلعوه يجيبوا عندك شاف سيرفيس وهو ما عندوش المستوى تحت المنصب زيد كاين مشكل ثاني في الاتحاد العمال الجزائري. ثاني كاين مشكل كبير تم. مفروض عنابه داروا 7، هنا ثاني عندنا يكون عندنا 7. ما يكونوش هما 7 وحنا 5، خاطر لا من بعد نتلاقاو في الجزائر في نقابه المؤسسه المفروض نكونوا 5 و7 تولي ما كانش توازن. نفس المطالب اللي راه طلبها اخينا، عندنا مطلب واحد وهو راه كاين تمييز هنا في الشركه وعدم مساواه بين العمال. هذا وفي المؤسسه بالنيابه حول هذا الاحتجاج كشف انه غير شرعي. من ناحيه الخلافات ويعني اي وحده لديها هذه المشاكل، احنا لدينا فرع نقابي هنا هو اللي يهتم بهذه النوعية من المشاكل، حتى يعني الفرع النقابي قال لك نحن متبرئين من هذا الاحتجاج لأنهم ما عندهمش معلومات عليه. الاحتجاجات العمال هنا الأبواب الحوار مفتوحة، يعني عندهم يعني ناس منتخبين من طرف العمال فيما يخص هذه المشاكل يعني تاع العمال، يعني لو سيستم اون جينيرال يعني كي سون شارج لهذه المشاكل هذه. وسط جو